جوز كلام. الوقت صفيت لحالها، لا جوز ولا أهل ولا حدا، قررت تبلش من جديد. راح تعلمت تشكيل عجينة السيراميك، وصارت تعمل شغلات بتجنن وبتبيعها، وحتى في ناس صارت توصيها من برات البلد، وهلأ عايشة وما أحلاها ومو ناقصة شي. هلأ يعني صحيح قصتها بتبكي الحجر، بس شوفي شوفي شلون في ناس بتقدر تحول كل الوجع والألم لإنجاز وخبرة. فعلا هدول الناس بيستحقوا الاحترام. دخلك ما قلتي لي، من وين تعرفيها انتي؟ هي بزمانها كانت معي بالثانوية، وأنا كمل جامعة وهي تجوزت وقعدت بالبيت، وانقطعت أخبارها عني. لمن كم يوم طلعت لي بالصدفة على الفيسبوك، ضفتها وحكيت معها وخبرتني قصتها، وعم فكر بهالكم يوم روح أعمل لها زيارة. إيه شو علي؟ لكن بركي بطريقك بتسأليها إذا ما عندها مانع احكي قصتها بشي حلقة من حلقات البرنامج، برنامجي تبع حكواتي سوريالي. إيه بسألها، ما بظن يكون عندها مانع. مرحبا ابو فاكر. اهلين ام جوزيف، عدرتحي. احكي لي كيف كانت زيارتك؟ ظريفه. وكيف رفيقتك؟ ما شاء الله عليها، والله عندها مشغل سيراميك طويل عريض، وكل قطعه شاغلتها احلى من التانية. شوف اشتريت منها هالقطعه، شو رايك؟ والله شي حلو كتير. تقولي شغل ماكينات من كتر ممتقن، ما شاء الله. وما كانت ترضى تاخذ حقها بالغصب والحلفان لحتى اخذت بالاخير. ايه وسالتيها اذا بقدر احكي قصتها ببرنامجي؟ والله يا ابو فاكر ما رضيت. لا ليش بقى؟ يعني هيك قصة بتكون حافز للناس اللي مثلها. يعني هي على شو اعترضت بالضبط؟ قال هي وقت بدها تحكي قصتها بتفضل هي يلي تحكيها بلسانها، فإذا بتعطيها هالفرصة من خلال برنامجك هي يلي بتكون ممنونتك. يعني هي ما عندها مشكلة إنها تحكي قصتها، بس بدها هي تحكيها مو حدا يحكيها عنها؟ بالضبط. إيه بس يعني والله بخاف أم جوزيف ما يكون أداءها مناسب، صوتها، طريقة حكيها، يعني القصة. يعني أدائك أنت لقصة ما بتخصك ولا بتعبر عنك رح يكون أحسن من أداء صاحبة القصة نفسها؟ شو هالحكي أبو فاكر؟ بهي معك حق، خلص بقى يلا خلينا نحكيها ونتفق على الموضوع. بس ليكي ما وافق 100% على كلامك، لأنه صح إنه القصة إذا ما بتعني لي يعني بكون أغير، بس يعني هي مصلحتي، يعني حرفتي هي أم جوزيف شبنا. بس يلا خلص خلينا نحكيها. وقتها تسكرت بوجهي كل الدنيا. زوجي ما بعرف عنه شي من وقت اعتقلوه، وأهلي راحوا كلهم بقذيفة وحدة نزلت على بيتهم، وابني الصغير توفى بعد ما ولدته بشهر من الجوع والمرض والخوف. لقيت حالي وحيدة أنا وثلاث أولاد. كان سهل كثير أني استسلم، بس كل ما أطلع بوش واحد. بتعرفي أم جوزيف فعلا معك حق، يعني وقت بكون الواحد عم يحكي قصته هو بيحكيها بطريقة غير، بتحسي الموضوع بيلمس قلبك وعاطفتك. يعني فعلا بهنية على شجاعتها أن هي تجي وتحكي الحكاية، برافو عليها. صرت كم مرة سمعاني قصتها، بس بكل مرة بتأثر وكأني أول مرة عم بسمعها. الحق معك أبو فاكر، مو أنت قلت لما صاحب القصة بيحكي قصته بتكون أقرب للمستمع؟ ايه هيك حكيت. معناها الحلقة الجاية انا بدي احكي قصتي. يا حبيبي على هالعلقة جوز كلامه.